سقوط 4 قتلى و 24 جريحا جراء اشتباكات مسلحة بين المجلس العسكري للمنطقة الغربية وقبيلة المشاشية على خلفية مقتل أحد ثوار الزنتان منذ يومين بالقرب من مدينة الشقيقة. واستخدمت في الاشتباكات الدائرة هناك أسلحة ثقيلة وراجمات، في الوقت الذي أضافت المصادر ذاتها أن مستشفى غريان استقبل أكثر من 20 جريحا من مدينة المشاشية نقلوا إليها وسط توقعات بحدوث موجة نزوح من المشاشية إلى غريان التي تبعد 80 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس.